السلام عليكم. ورحمة الله. انت اللي راك تبيع ولا شكون؟ دخل. عيطوا. اتنا. اولدي درتوا لنا المرض في الجيش هذا، والله غير درتوا لنا مرض. ها؟ درتوا لنا مرض. واش من مرض؟ الحاج راه زجاجات منا. ايه؟ مقاع من في الدار بباب الاخر، ما كنتش تشوف فيا. ها؟ لا انا ناكل منه. انا ناخذ دوك نذبح دوك نطيب يا ودي شراه منك وانت معاها ما شراش منها منك وانت معاها صح يروح سلقتنا يا خويا يا ودي واش بيك يا خويا قلت اني انا لو كراني مريض اي بصح الاخر الدم ماشي كي بعضو الا كان انت عندك الاو بوزيتيف قادر ما يضركش انا اه بوزيتيف ها وانا او بوزيتيف يما ايه بصح ما كنتش تاكلوا من الدجاج هذا ناكلوا كيف ما ناكلوش مين يشري الدجاج انا عندي شغل حتى تاكل بالك من السمان وشكون راح يدوق يخلص لهم الدواء علاه اخويا علاه 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 والله ما على بالي لا انا راح نفتح فرماسي هنا والدجاج نبيع الدجاج ونبيع الدواء فهمت بالكاشي وكاع نبيع كلش بيع الجيش وبيع الجواب الحاج شرع لي زجاجات البارح جيت مريض كيف جات مريض؟ مريض اخويا للدار كاع هبطتهم على 3 تاع الصباح للاخر جات مريضة؟ اول جيج ماشي مريض خويا هاي روح اروح اروح نطيب وحده ناكلها قدامك اروح هاي سبحان الله واش يتزوج ودقناه من البارحة اخويا درنا معاه مشخشوخة بيتين في السبيطار واش بيه؟ اسمع روح طيب كي تقعدوا هنايا كي تمسخراو هاي عشان عندي اليوم ها ها هاي 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 بين مريض هاك تشوف اطلع منه ها ها هاك تشوف ها اسمع ما تهدرش انا من مبارك ليك ما تهدرش قلت لك حط مطرق 200 واش بيك تمسخر انت بواحد في عود باباك بابا اسكت اسكت هبط هبط المطرق هبط المطرق هبط جاج تخدعوا في الناس حرام عليكم والله تحاسبوا يوم القيامة يوم الخ الحال فوق ما تبقاش تطلق فيا على بالك ما انا بابا ما ضربنيش تترفد عليم نرمي لك الدجاج على بالك نرمي لك الدجاج للطريق يا ودي خلاص يا حتىك مريض ريح يا اخو تدعين يا اسامه تخدعوا في الرجال انت وليدي قدك وليدي قدك لا ترفع يدك عليا ترفع شي يدك يا ودي هاد خلاص يروح ايه اسكت قول اسمع تدرس خلاص خلاص بعد علي بعد بعد تسمع خذ عني الساعة عيب طيش دخان ديجا طيش دخان طيش هاي انظر بكا مالك اسكت هيا 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 من قدعوا في الدجاج هذا الدجاج هذا ضربها من ورا في الراس تاعها الراس تاعها من ورا فيه بالي الدجاج مريض هذا حرام عليك عيب عليك فين اسكت اي يقول لك هيا هيا معايا يا خويا خداع هذا جي معايا ولا غتجي معايا روح هنا روح هنا قلت لك جي لهنا طلع على اسامه اطلق بلا عقل واش بيك كاميرا مخفيه يا اسامه ان شاء الله يفوت علينا شهر مليح ان شاء الله ان شاء الله صحه فطوركم وبارك الله فيكم وصحه رمضانكم وما تزعفوش علينا ما تزعفوش علينا وزين الجيج ليها بالغاشي هذيك وهذا شرح صاري زعفنيش كاميرا كاشي ويا بالك تزحف عليا علي 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 وزين حبي طفر هيفيا علي 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 حبي حب الروح بشوية علي 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 هذه كاميرا مخفية ما تزعفوش علينا هذه غير كاميرا مخفية